طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك يوم لن عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوه على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصيا مطشر السامرائي وعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغوا الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقة حول ظاهرة نفوق الأسماك في المحافظات العراقية، يعني تواصل فرق تحقيق عراقية البحث في أسباب نفوق أعداد هائلة من الأسماك في محافظة بابل جنوب العراق، أحد أبرز مناطق إنتاج الثروة السمكية في البلاد، وسط اتهامات بتورط ميليشيا مسلحة بتسميم مياه النهر والتسبب في نفوق ملايين الأسماك في مزارع نهر الفرات. طبعا تغطي محافظة بابل نحو 40% من حاجة السوق العراقية للأسماك حسب تقديرات غير رسمية. الشرطة أعلنت في بيان مشترك مع حكومة بابل المحلية صدر قبل يومين منع بيع أو تداول الأسماك أو إدخالها للمحافظة أو إخراجها لحين انتهاء التحقيقات، فيما اصطلح عليه أصحاب المزارع بحرب الأسماك، في تأكيد على أن الحادث ليس عفويا. مسؤول في وزارة الزراعة قال بأن التحقيقات العلمية من جانبنا تؤكد بأن الأسماك أصيبت بشكل جماعي في وقت متزامن بمرض وبائي يعرف بتليف الغلاسم. لفت إلى أنه من النادر أن يصيب هذا الوباء في العراق خاصة في هذا الموسم، وأشار إلى أن الشرطة تميل إلى وجود شبهة جنائية في ذلك. ذكر مسؤول في الشرطة إلى صحيفة العربي الجديد بأن بعض مربي الأسماك أدلوا بإفادات بأنهم تعرضوا لابتزاز من قبل الميليشيات تطالبهم بدفع تاوات لهم، وبعد رفض كثير منهم فوجئوا بهذه الكارثة. هذا نخلي عليها جواها أكثر من خط، طلبوا منهم أتاوات، ميليشيات طالبوا مربي الأسماك بأتاوات رفضوا، بعد أيام قليلة حدثت هذه الحادثة. أشار المسؤولون الذين رفضوا ذكر أسماءهم إلى أن الشرطة في انتظار التحاليل والفحوص المختبرية للأسماك التي أخذت عينات منها. طبعا العينات تم إرسالها إلى الأردن لتحليل هذه العينات. وزارة مثل وزارة الزراعة أو الموارد المائية ما عندها مختبر حقيقي واقعي فعلي يستطيع إخراج نتائج تحاليل لماذا كل هذه الأسماك يعني ماتت أو نفقت بوقت واحد. حسنين الجاني وهو أحد مربي الأسماك في مدينة المسيب شمالي بابل قال بأن أسماكه تعرضت لتسميم متعمد ليلا مثل أصحاب المزارع الأخرى، وقدر خسائره بمفرده بأنها أكثر من 140,000 دولار. يضيف بأن الشرطة لن تفصح عن المجرمين رغم علمها بأن من فعل ذلك هو من طالب بالأتاوات تحت شعار نحن نحمي مصالحكم. مثنى عامر كذلك صاحب حوض أسماك في بابل يقول
أيضا بأن هذه أول مرة تحدث هكذا حالة، واعتبر أن المستفيد هم تجار الأسماك الإيرانيين، وسيضطر العراقيون إلى شرائها في حال غياب الأسماك العراقية. حذر من ارتفاع الأسعار في الأسواق في حال استمرار الأزمة، ودعا عضو مجلس النواب عن محافظة بابل ثامر ذيبان، دعا في بيان إلى تشكيل غرفة عمليات طارئة في المحافظة لتدارك ما أسماه بكارثة الأسماك النافقة والطافية في نهر الفرات. كشف مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الأوسط كريم عسكر عن أن وزارة الصحة والبيئة شكلت فريق عمل للوقوف على ظاهرة نفوق الأسماك في محافظة بابل ومعالجته بأسرع وقت ممكن. أكد على أهمية تعزيز نظام الرقابة وتطبيق القوانين البيئية بحزم لوقف التعديات البيئية والممارسات الخاطئة التي تحدث باستمرار وتكون نتيجة ظهور مثل هذه الحالات التي تترك آثار سلبية على الإنسان وعلى البيئة. الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي رياض غريب نوه إلى قرب إطلاق الحزمة الثانية من العقوبات على إيران، ومن ضمنها منع العراق الاستيراد منها، وبين بأن ما جرى في بابل هو بداية إطلاق يد المتنفذين التابعين لطهران إلى ضرب الاقتصاد وإجبار السوق العراقية على استخدام المواد الإيرانية. وزارة الزراعة أعلنت أن وزير الزراعة صالح الحسني يشرف ميدانيا على حالة نفوق الأسماك في محافظة بابل، وذكرت الوزارة بأنه نتيجة لظهور حالات النفوق الجماعي لحقول تربية الأسماك في قضاء المسيب جنوب محطة توليد الكهرباء في محافظة بابل، شكلت الوزارة غرفة عمليات لمتابعة الموضوع بمشاركة دوائر ذات علاقة في المحافظة وبالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة. وبحسب الوزارة فإن اللجنة باشرت عملها صباح يوم الثاني من هذا الشهر، يعني قبل يومين، من أجل الوقوف على هذه الحالة المرضية وتطويقها ضمن مناطق الإصابة من خلال عدة إجراءات بيطرية ووقائية. معنا اتصال سعد من بابل، تفضل سعد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لموضوع الأسماك، نعم، بالنسبة لموضوع الأسماك هاي سببها نقص المياه بالأنهار. نعم. سببها نقص المياه بالأنهار. نعم. والسبب الثاني ضعف الحكومي. السبب الثاني ضعف الحكومة. ألو. نعم سعد أسمعك. إيه، والسبب الثاني ضعف أداء الحكومة. يعني الحكومة ما قاعد تطالب، ما قاعد تطالب تركيا بفتح الماء عن العراق. نعم. إيه، السبب الثاني يعني ضعف وزارة خارجية، ضعف وزارة الزراعة، ضعف وزارة البيئة. السبب أداء ضعف الدولة. نعم. ما قاعد تطالب تركيا بفتح المياه عن العراق، مما أدى إلى تسمم الأسماك بسبب قلة المياه. نعم، يعني أنت سعد عندك حقل لتربية الأسماك؟ لو أنت ما عندك. لا، ما عندي حق. نعم. بس أنا من أشوف هاي الأسماك، يعني بقية من أشوف هاي الأسماك بالأنهار بالهذا، أقول يعني ليش يجي يعني واحد يتأذى؟ هاي نعم. هم أسماك بلدي، هاي هم تأذي. أي طبعًا. الضوج ابن البلد الضوجي. زين، أنت تظن هذه الآلاف من الأطنان بلحظة كلهن يتسممن، كلهن يعني يموتن مرة واحدة بسبب أنه نقص المياه؟ أستاذ عمر، لو فعل فاعل، يعني هناك من يتحدث بأنه هناك يعني من رمى السم في نهر الفرات، شو تقول أنت؟ عندنا بعض الصيادين ما ملتزمينهم بالمهنية مال صيد الأسماك. نعم. هم يستخدمون هاي الحالة، حالة السم، لصيد الأسماك. والشيء الثاني النفايات مال المستشفيات، مال المستشفيات وين يذبوها؟ يذبوها بالأنهار. هاي نفايات المستشفيات من الأدوات، من الدواء، من غيرها، المواد الكيميائية، وين يذبوها؟ يذبوها بالأنهار. والأنهار مايها قليل، مما يؤدي إلى تسمم الأسماك في الأنهار وفي البحيرات. نعم.
يعني هاي النفايات يشيلوها وذبوها وين ذبوها بالانهار. النفايات هاي تتعلق بالادويه وهاي تدرك استاذ عمر مواد كلها كيميائيه هاي. نعم. ما تؤدي الى تسمم الاسماك. نعم. زين بهاي الحاله اليوم يعني ممنوع يعني ادخال او اخراج اسماك من محافظه بابل، هذا راح يؤدي بالمستقبل القريب انه المواطن يضطر الى انه يشتري يعني سمك مستورد. يعني بهاي الحاله راح تستفاد الدول اللي تصدر للعراق. تستورد طبعا، تستفاد الدول طبعا من الخارج تستورد لها هاي الاسماك. اذا ما تتشال المواطن يضطر، التاجر وغير التاجر يضطر يجيب الاسماك من الدول المجاوره، من السعوديه، من الاردن، من ايران. السعوديه ما عندها سمك. اي دوله كان. هو يعني قصده يعني من نعم. الاردن او من او من ايران. نعم. زين؟ اي يعني كلها هي سبب يعني خاصه يعني سبب تركيا وضعف الاداء الدولي. الدوله ضعيفه يعني اداها. ايران يعني ايران هم قطعت الانهار. ايه بس خاصة بس ما عدونا مثل ما عدت تركيا، صحيح هم قطعوا الانهار علينا، والمواد الثقيلة مالتهم المياه الثقيلة هم قاعد تجي علينا. نعم. صحيح. اي هاي كلها قلت لك كلها تؤدي الى تسمم الاسماك. الله يعينكم. الدولة سبب الدولة نعم. اداء الدولة ضعيف جدا ضعيف اداء نعم. الدولة. بالفعل. وزير الخارجية ووزير البيئة ووزير الزراعة ساكتين فد مرة ساكتين. نعم. لا انسان ولا حيوان، كل شيء ماكو. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يعينكم. الله يعينكم سعد. حيوان ولا لا. يهمهم الانسان، ساكتي، كانه قاعد يصير شيء بهالبلد هذا. نعم. استاذ عمر انت تدري الناس هنا يعني بدات تبيع بيوتها وسياراتها وتهاجر الى اوروبا. يعني هواي من الناس هاجرت باعت بيوت وسيارات وهجرت الى اوروبا. ليش؟ لان سبب اداء الحكومه ماكو لا مستقبل لا الخريج لا الصياد بعد يعني ماكو اي مستقبل بالعراق ماكو استاذ عمر ماكو مستقبل بعد بالعراق. نعم. اي هاي الناس قام تبيع اللي يبيع بيته اللي يبيع سيارته ويهاجر يعني من الخارج. يهاجر الى الدول العربيه مثلا، يهاجر الى اوروبا، يهاجر مثلا الى تركيا، هواي ناس راحوا اللي تركيا واللي لالمانيا، راحت العالم واللي راحت للامارات. نعم. اي يشوفون اداء الحكومه مو خوش اداء يعني. لا اتجاه الزراعه، لا اتجاه الصناعه، حتى الصناعه عندنا فد مره هم انتهي كل المعامل واقفه. نعم. كل المعامل واقفه. الله يعينكم سعد من بابل كان معنا، شكرا جزيلا لك. وزارة الصحة قالت بأنها رفعت 1500 طن من الأسماك النافقة خلال الساعات 24 الماضية في محافظة بابل وحدها، بس محافظة بابل 1500 طن من الأسماك النافقة. أضافت الوزارة بأنها تتواصل مع الوزارات المعنية من أجل تنظيف مياه نهر الفرات من الأسماك النافقة، ولفتت إلى أن البحث لا يزال جاريا عن احتمالات وجود أسباب أخرى لنفوق الأسماك بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الزراعة. النائب علي البديري قال بأن جهات سياسية داخلية وأخرى خارجية تقف خلف تسمم الأسماك في العراق للقضاء على ثروته السمكية. أضاف النائب البديري بأن هذه المؤامرة نفذت بعد يومين من إعلان العراق اكتفاءه الذاتي من الثروة السمكية، وأكد وجود مخطط دولي للقضاء على الثروة السمكية في العراق. وزارة الزراعة كذلك يعني من جهتها نفت إلقاء مواد سامة بالأنهار، وأشارت إلى أن نفوق الأسماك بسبب بكتيريا تم تشخيصها منذ بداية تشرين الأول الماضي. وأضافت الوزارة بأن الإصابة شديدة وتم تشخيصها مختبريا بمرض تنخر الغلاصم البكتيري كما جاء في البيان. بسبب توفر الظروف المهيئة للمرض، لافتة إلى أن الجرثومة تنتشر في ازدحام الأسماك في الأقفاص وقلة الأكسجين وزيادة الأمونيا بالإضافة إلى وجود المواد العضوية المتحللة وقلة الإيرادات
المائية. النائب منصور البعيجي علق حول هذا الموضوع، قال بأن الأولوية لنفوق الأسماك تشير إلى وباء بكتيري، والعينات أرسلت إلى خارج العراق بطائرات خاصة. تخيلوا ما عندنا حتى مختبرات تحلل الأمراض أو البكتيريا التي أصابت الأسماك، ويعني مختبر جدا بسيط ولا يحتاج إلى تكلفة مادية كبيرة. أضاف البعيجي بأن سرعة انتشار هذا المرض ونفوق هذا العدد الكبير من الأسماك سيؤدي إلى حصول كارثة بيئية واقتصادية في بابل والمحافظات المجاورة لها. المجلس البلدي في ناحية جديدة الشط بمحافظة ديالى قال بأن خسائر نفوق الأسماك في نهر دجلة تجاوزت 6 مليارات دينار عراقي. رئيس المجلس عباس المعموري أوضح بأن الخسائر كبيرة جدا على مربي الأسماك، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقلص كبير في عدد المربين خلال الفترة المقبلة، ولفت إلى أن معدلات الإصابة في الأحواض الطينية محدودة للغاية قياسا بالأحواض الموجودة في نهر دجلة. طبعا لجنة البيئة في مجلس محافظة ديالى طالبت بفتح تحقيق فوري. هذه مشكلة أخرى، البقعة السوداء، في البقعة السوداء التي أصابت نهر خريسان في مدينة بعقوبة. رئيسة اللجنة نجاة الطائي قالت بأن دائرة ماء ديالى اضطرت لإيقاف عمل مشاريع إسالة مهمة في بعقوبة بسبب رمي كميات من الزيوت في نهر خريسان الذي يمثل شريان الحياة ببعقوبة، مضيفة بأن الزيوت شكلت بقعة سوداء في النهر وهي تمثل خطرا آخر على البيئة في ديالى. هذه مشكلة أخرى. طبعا في محافظة القادسية مصادر صحفية تحدثت بأن نفوق آلاف الأسماك في أنهر ناحية الدغارة والأحواض السمكية بمحافظة القادسية تقدر بالمليارات. وأضافت المصادر بأن الخسائر المادية بسبب نفوق الأسماك تقدر بالمليارات بعد أن وصلت نسبة النفوق إلى أكثر من 80% من الأسماك الموجودة. يعني راح تنقرض الأسماك في هذه المحافظات. يعني دائرة بيئة محافظة القادسية أعلنت في وقت سابق تسجيل حالة نفوق جماعي للأسماك بنهر ناحية الدغارة وقضاء عفك، فيما حذرت من حصول كارثة بيئية في نهر الديوانية. رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك أياد الطالبي قال بأن وزارة الزراعة لم تبدأ الفحوصات إلا بعد يومين من كارثة نفوق وتسمم الأسماك، وأكد الطالبي بأن مربي الأسماك فقدوا الثقة بإمكانية عودتهم للعمل بعد الكارثة التي دمرت كل محاصيلهم السمكية وتسببت بخسائر مالية كبيرة، وتساءل كيف يمكن إبادة هذا العدد من الأسماك خلال 24 ساعة فقط، وطالب بالكشف عن المسؤول عن هذه الحادثة وتعويض المربين عن خسائرهم الفادحة. خلونا نستمع إلى كلمة رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك أياد الطالبي. الزراعة، البيئة، صح يعني صح اجوا من الناس واجوا، لكن في وقت يعني ثاني يوم او ثالث يوم الموضوع يراد له يعني سرعه في الفحص، يعني او يرسل الى الخارج. احنا بطلنا اللي مات، لكن نريد المستقبل للاسماك. يعني اذا ظلت هذه، اذا مثل ما يقال مرض، فكيف يعني عندنا مستقبل نقدر نربي من جديد بعد؟ لو نرجع ل 15000 دينار للكيلو، يعني المربي بعد فقد الثقه، بعد ما يقدر يربي ولا يقدر يزرع. نعم، هذا تصريح رئيس جمعية مربي الأسماك. معنا عباس من البصرة، تفضل عباس. السلام عليكم أبو عباس. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، يا هلا بك يا أخ. هاي كلها شغل لك، هاي الموضوع، هاي الموضوع حق. نعم أبو عباس، انقطع أبو عباس من البصرة الاتصال مع أبو عباس. طبعا دائرة صحة بغداد حذرت من شراء السمك المستورد الموجود في الأسواق، وبينت بأن هناك مخاوف من استخدام السمك المصاب بالأمراض وبيعه في الأسواق. مديرية الصحة العامة في الدائرة نازك الفتلاوي قالت بأن الوزارة لم تعرف إلى الآن السبب الرئيسي لنفوق الأسماك. وأضافت الفتلاوي بأن وزارة الصحة لم تمنع شراء السمك الحي الموجود في الأسواق، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من تسويق الأسماك المصابة بالأمراض وبيعها إلى المواطنين. خلونا نشوف مقتطف
أجرت قناة الرافدين في برنامج مع الناس مع أصحاب حقول الأسماك في محافظة بابل. خلونا نشوف ردود أفعال المواطنين وأصحاب هذه المزارع السمكية في بابل. خلونا نشوف المقطع الأول ونرجع نستكمل هذا الموضوع. لا تلقى قدامكم يعني لا جانا مسؤول لا جانا شيء. هذا اليوم التاسع يعني اليوم يعني ما حد جانا لا حد جاء وصل لا حد جاء. هذا شوفت هذا كله مرض هذا السمك زين. سدوا علينا الطريق كان عندنا بيه نجوز شويه بيه نروح زين. ماكو هنا بس انه بطفن طريق كربلاء سدوه يعني سدته اللي تشاهدون انتم. بعد بزعنا وين ودي حرقنا برا طلعنا ملينا جفنا والله جفنا زين. اخر شيء سقمنا ذبه بالشط. هسه مين يتحمل مسؤوليه هاي الشط تلوث الشط تلوث جوي البيئه قالوا لا تذبون بالشط يا بذبينا اطنان برا اطنان وين نودي غير يسوون يعني فد نقيل يجون ينقلون هذا السمك يجون يعني يجيبون سيارات يجيبون شيء ماكو يعني. هسه احنا نحمل الدوله نحمل المسؤوليه يعني حتى الطرق سدوها علينا يعني الطرق سدوها يعني من اتجاه غير الدوله هي سوت هذا الشيء يعني الدوله لها يد بهاي الشغله لها يد. احنا نطالب الدوله ونطالب بالتعويض وهذا مال العالم زين. عالم مطلوبه مليارات مطلوبه زين. كفيلكم الحسين يعني اللي ما مطلوب يعني ايش مطلوب ل 100 وفوق ال 100 و 400 مليون و 500 مليون ومطلوبين اشكال والوان زين. يعني شلون هسه احنا بهاي الحاله شلون زين. هل تشوفون انتوا هل تشاهدون هسه هاي قدامكم هاي المجازر مال السمك زين هاي مال العالم زين. يعني منين نجيب احنا منين نحط يعني شنو نسوي شنو اللي نسوي شنو هسه زين. منتظرين هالمسؤولين. لا جانا مسؤول لا جا واحد خاطبنا وشافنا وشاف هاي الحاله هسه اللي احنا بيها زين. لا احنا لمن انتخبناهم يعني سنايمين هسه بالبرلمان هم والله بعد يعني ما ادري والله يعني بعد ما ادري زين. خلي يجون يشوفون هاي الحاله يعني هاي العالم هسه ثبرت هاي العالم عالم ثبرت. منين نحط منين نجيب فلوس للعالم علينا صكوك باكر راح يجي طالبنا بالعلف زين. هاي الحاله يعني شلون بعد ما ادري والله. حمل المسؤولين حمل الدوله هم متضررين هاي المواطنين متضررين يعني هسه العمال انضرت احنا انضرينا ابو العلف انضر يعني كلها انضرت والثروه الحيوانيه يعني السمكيه كلها انتهت هسه يعني مال سمكه الشط انضربت. نعم كلام واضح من هذا المواطن يعني قال لك لا جتنا دوله ولا مسؤول وحمل الدولة يعني سبب نفوق الأسماك. يقول لك حتى الطرق ساديها علينا ما نقدر. يقول لك احنا أطنان يعني طلعناها برا الشط وهسه موجودة أطنان في الشط. يقول لك اضطرنا نتركها تروح بالشط. يقول لك وهذا بالفعل هذا راح يسم المي هذا راح يؤدي إلى كارثة بيئية انعكاسها مباشر على الإنسان. أبو عباس من البصرة عاود الاتصال معنا. تفضل أبو عباس. ابو عباس تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل ابو عباس. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمعني مباشره من التلفون اترك التلفزيون الله يخليك نصي للاخر. هاي الناس خسران ملايين. نعم نص التلفزيون ابو عباس. اسمعك استاذ اسمعك. ماشي نصي للتلفزيون للاخير اسمعني من التلفون مباشره. نصيت استاذ. تمام تفضل. نصيت استاذ نصيت. تمام تفضل. ما استاذ هاي سببها كلها الحكومه يعني فاشله الحكومه يعني شنو ذنب هاي الناس خسرانه هالملايين هاي ليش؟ نعم برايك يعني معقوله انه بيوم وليله كل هذه الاطنان من الاسماك تموت بلحظه سويه بدون فعل فاعل؟ والله لازم فاعل هاي يعني هاي ناس مكسوته استاذ. نعم من المستفيد؟ والله ناس مكسوته هاي استاذ مكسوته. الله ينتقم منهم يعني شنو هاي الناس ذنبها شنو خطيه شنو ذنبها من يعوضهم دول الخطيه. نعم زين وين دور الحكومه على الاقل يشيلون هاي الاطنان من الاسماك حتى المي ما يتلوث. الحكومة فازة هي من أصلها فازة أستاذ هي من أصلها فازة. الله ينتقم منهم الله ينتقم منهم. نعم زين احنا حتى مختبر ما عندنا يحلل شنو هذا السبب. دازين
كم نوعية من الأسماك دازيها للأردن حتى يستلمون نتائج التحليل؟ طائرات خاصة. أستاذ هي هاي مؤامرة، هي مؤامرة على العراق، هي مؤامرة هاي بينها هي. واضح حتى يعني هي يوم قالوا اللحم، يوم قالوا أسماك، يوم هي مؤامرة على العراق هاي. نعم. طيب. هو من الضحية؟ هو الفقير الضحية، هاي الناس الضعفاء الفقيرة قطية. ذولي قطية من يعوضهم أستاذ؟ أشوف الله يرضى محمد، من يرضى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أشكرك أبو عباس من البصرة، كان معنا اتصال أم أزهار من بغداد. تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أم أزهار. برأيك من يقف وراء هذا النفوق للأسماك؟ والله هذا كله مؤامرة من هاي الدولة العميلة إلى إيران. نعم. لأنه هي من 2003 إلى هذا يومنا ما أجت لنا دولة تحكم البلد بصورة صحيحة وبنية صافية لتنمو هاي العراق وتعدله من مستوى اللي بيه وتخلي المدارس وتبني اللي خربته وصحة وتعليم إلى آخره. فهي كل من 2003 إلى هذا يومنا إحنا مستعمرين لإيران وأمريكا وإسرائيل، وراح يستمر هذا الوضع إذا ما العراقيين يصحون. شنو مصير هذول المصائل؟ يعني هل بيوم وليلة إجا المرض للأسماك وما وإنما بفعل فاعل، فعل إيراني خبيث حقير، لأنه يردون حتى نستورد منهم كل شيء. هسه بالأسواق كل شيء إيراني تركي، إيراني تركي. والحكومة الفاشلة والحكومة الضعيفة، لو هي حكومة قوية ومثل ما يدعون كان أول ما سووا فتحوا المجاري الانهار من تركيا وإيران، بس يتعاونون ويا إيران بس حتى هم يحكمون، هم يديرون هذا البلد ويسيئونه. هم يردون إيران ترد العراق انتقاما حتى تسيء إلى نحو الأسوأ، نحو الأسوأ، حتى العراقيين اللي عنده إمكانية يطلع واللي ما عنده إمكانية يبقى تحت سيطرة إيران، وهكذا مستمرين في إسقاط هاي الدولة. ولكن أنا بس أشوف هذا الشعب بس يشكي، ما يعرف يحكي. عندنا شباب وعندنا قدرة وعندنا كفاءات، ما يحكون. وينهم؟ وين الحلبوسي اللي كتروح نفسه أهل البصرة سوا؟ وين هذا الوزير رئيس الوزراء هسه اللي خلوه ما يحكي؟ كلهم مستعمرين، كل اللي بالوزارة واللي بكل هاي الدولة مستعمرة إلى إيران، كلهم إيرانيين جايين من قبل أمريكا وإسرائيل. وإحنا إذا ما إحنا نصير يعني يصير لنا القوة الكافية والعقلية اللي تفهم، نعم، ونسيطر على هذول الجماعة اللي إجوا حكمونا، راح يبقى العراق في نحو بعد تدهور أكثر وأكثر وأكثر. نعم. من سيطرة إيران وأمريكا ومهاي اللي يردوها. وحسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. نعم. الله ينتقم منهم إن شاء الله، الله يوديها إن شاء الله أولادهم وأولاد أولادهم، وإن شاء الله كل من يجي العراق والعراقيين البسطاء إن شاء الله بنار جهنم. وعندنا عيننا بعين الله كل يوم من رب العالمين، هو اللي يرحمنا، وهو اللي يرحمنا من هالبؤرة اللي جت لنا من إيران وأمريكا وإسرائيل. وأنا أشكرك. شكرا أم زهراء من بغداد كانت معنا. معنا اتصال عباس من الرمادي. تفضل عباس. السلام عليكم أخوي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يبارك فيك أولا. وثانيا نحن ليس غريب علينا هذا الفساد اللي موجود ونعيشه. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا عليه في حياته الكريمة، حيث قال إذا حكمت الرويبضة فانتظروا الساعة. فنحن الآن ننتظر الساعة، وإلا هذا الفساد في ليلة وضحاها، هذه الأسماك تنفق
اللي عايش عليها آلاف مؤلفة من الناس. فهذا كله فساد أمريكا وإيران، لأنه إيران هي المستعبدة العراق، والحكومة هي كلها عميلة لإيران. فنحن شو نتأمل من 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 إيران؟ إيران حاقد عينه حقد وتيد تنتقم من عندنا، لأنه خسرنا خشمها بالقادسية الأولى وبالقادسية الثانية، وإن شاء الله الله ينتقم منها أشد الانتقام يا رب يا الله بحق اسمك الأعظم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. معنا اتصال ونقرا رسائل واتساب. ام عبد الله من بغداد، تفضلي. ام عبد الله، ام عبد الله انقطع اتصال مع ام عبد الله. خلونا نقرا بعض رسائل واتساب حول هذا الموضوع. يقول اخي عمر، يقول ان عمليه نفوق الاسماك في العراق هو بفعل فاعل، لانها من بقي من اقتصاد العراق، وعليه إيران من يقف خلفها، لها اليد العليا لتدمير ما بقي من الثروة السمكية في العراق، والاعتماد على استيراد الأسماك من إيران وإنعاش اقتصادها، خاصة قبل يوم من تطبيق العقوبات المرحلة الثانية عليها. وأرجو من حكومة المحاصصة اتخاذ خطوة خجولة بالتحقيق فيما جرى. أبو مصطفى البياتي من لندن. رسالة أخرى يقول فيها: السلام عليكم، والله الأسماك اللي تموت كل يوم هو إنذار من رب العالمين للعراقيين، ولازم العراقيين ينتبهون قبل ما ينزل غضب أكبر من الله عليهم بسبب اتباعهم للفراعنة اللصوص المنافقين في الأحزاب والحكومة. رسالة أخرى يقول فيها: السلام عليكم أخي عمر، أحييك وأحيي قناة الرافدين وأحيي قناة الرافدين. يقول: قتل الأسماك في نهر الفرات هذه عملية مقصودة من قبل إيران، لأنه بعض الأشخاص من بابل يقولون هذه عناصر من قبل إيران بتنفيذ هذه العملية، قامت بتنفيذ هذه العملية، وعلى الشعب العراقي أن يصحى من نومه، لأن إيران دمرت العراق بالكامل. وشكرا. أبو إبراهيم من بابل. رسالة أخرى يقول فيها: أخي ابحث عن المستفيد من تدمير العراق، أليس إيران أولا من أدخل المخدرات وجلبت الأطعمة الفاسدة وسرقت نفط العراق لغاية الآن، وشكلت العصابات والميليشيات بأمر إيراني؟ لماذا الشعب ما ينطق بالحق؟ شنو هذا الولاء لإيران كما يقول؟ خلونا نشوف المقطع الثاني في محافظة بابل حول ردود أفعال المواطنين وأصحاب المزارع السمكية في بابل هناك، فلنشاهد. بابل الممول الرئيسي للمحافظات البقية لناحية الأسماك. بالنسبة لمحافظة بابل تصديرها يوميا يعتبر عشرات الطنون من السمك. هسه حاليا ما تملك، إذا بعد فترة الزمن 5 أيام 6 ما تملك حتى تصدر لها طنين من السمك. وهي تعتبر انهيار للثروة السمكية وانهيار لاقتصاد البلد. يعتبر يعني يرجع المأساة اللي يصير الكيلو ماله ب10 و12 ألف دينار، وماكو فقير بعد ياكله هذا السمك نهائيا. واليوم احنا يعني نطالب بهاي القضية، شنو اللي خلى هاي الأسباب اللي وصلت المرحلة هاي الحالة؟ يعني هذا الحال يعني كأنما إبادة جماعية، ما مرت هيك أمراض سابقة نهائيا على نهر الفرات. ونطالب دولة الوزراء بنظر بهاي القضية، من كان
قبل 6 سنوات كان ب8 وب7، هسه صار الفقير يقدر ياكل السمك. الفقير يقدر ب1500 ب2000 ب3000، بس هسه بنظره بعد 5 أو 6 يمكن الفقير ما ياكل السمك نهائي. نعم، كلام واضح للمواطن يقول يعني دمار كامل، ويرجح وقوف يعني وراء فعل فاعل هذا الذي حدث في بابل. طبعا الأمر لم يحدث فقط في بابل، يعني اليوم وصل إلى القادسية، هناك نفوق أسماك في محافظات أخرى، في ديالة، يعني الأمر ده يتسع مع الأسف. أم عبد الله من بغداد تعاود الاتصال معنا، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا أم عبد الله. أم عبد الله، شنو رأيك بموضوع نفوق الأسماك؟ هل هو بفعل فاعل أم كما تقول وزارة الزراعة أنه يعني مرض بكتيري أصاب الأسماك؟ أستاذ اسمح لي. نعم. من 2003 إلى الآن ما شفنا اهتمام حكومي إلى الشعب العراقي. نعم. يعني الشعب عايش في وادي والحكومة في وادي، أصلاً الحكومة ما لها أي علاقة بالشعب العراقي. نعم. لا بأرزاقه، لا اهتمامه بالأسواق، ولا الاهتمام بالمجازر، ولا اهتمامه بالإنسان. إلى الآن جثث أهل الموصل موجودة بالموصل، ليش ما قد تكون قسم من الجثث رموها بالأنهار وأدت إلى هذه الكارثة؟ ليش إنه الحكومة العراقية من قامت بعملية إبادة المحافظات السنية، قامت بعملية حرق المزارع وكسر الآلات الزراعية ودمرت الزراعة بالعراق من الجهة الشمالية والجهة الغربية؟ هسه نجي على الجنوب، الجنوب لين طلعوا أهل الجنوب ضد الحكومة لفساد الحكومة، قاموا بعملية وضع هاي القنبلة الجرثومية اللي أدت إلى إنفاق هذه الأسماك. يعني حتى العراقي إحنا متروكين من 2003 إلى الآن، لا أكو أسواق منظمة، ولا أكو رقابة من الزراعة أو من الصحة أو من البيطرة عن اللحوم اللي تذبح وتعرض للسوق، لا اكو اسماك احنا نشتريها من الاسواق، من عرف شنو مصدرها وشنو الاليه التي تم صيدها. يعني كل هذا كله من يعني هو هذا من اختصاص الحكومه، الحكومه منتهيه. فانت يا عراقي من تشوف هذا الوضع وانت في وضع كارثي، واحنا يوميه ترى كارثه عندنا، يوميه كارثه من بدو 2003 إلى الآن، من سحق المحافظات وهسه الانفجارات وهسه مناطق الجنوبية ومنطقة البصرة والشهداء اللي صارت، وبعد أكو يومية إحنا عندنا كارثة. فهي سببها أنا أعتقد إنه الحكومة العراقية هي اللي تتحارب رفق العراقي، هي تتحارب لأنه أعلن ثورته ضد الحكومة وضد إيران. زين أستاذ، إذا بالنسبة ليش ما صارت من بداية قطع تركيا للماء؟ هي صح تركيا إنه غلطانة، المفروض الحكومة العراقية تقوم بعملية تنظيم الماء، وأعتقد إنه تركيا متفاهمة. أما إيران والكويت من دبت النفايات النووية أدت إلى تسمم المياه. بعدين أكو أيدي خفية إنه خاصة ليش بعد الأربعينيات صارت، يعني يقولون قسم من الناس إنه قاموا بعملية رمي مواد جرثومية أو مواد سمية في أحواض الأنهار. يعني بعد إيش راح يجي حتى المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية؟ يعني هاي ترى يعني إحنا صرنا يعني فد يعني مثلا شلون تحت سيطرة أعداء ما نقدر نتحرك، فهو العراقي هو اللي مفروض يتحرك. يا عراقي إذا أنت ما تقوم ولا تحكي ولا تعلن كلمتك فأنت يعني معناها مشهور. يعني إلى الآن ترى عيب على دولة شكبرها إذا هم يقولون دولة إحنا عندنا، يأخذون العينات ويودوها إلى الأردن وإلى المختبرات العالمية. والله ما كان استحينا إحنا شلون دولة اللي عندنا إمكانيات عندنا ثروات نفطية إنه بهاي الحالة إن نروح نودي العينات إلى الخارج؟ ليش إنه الحكومة العراقية قبل أسبوع شاركت في مؤتمر بالإمارات عن عملية الحفاظ على السلاحف البحرية؟ زين، وأرسلت وفد ويقدر الوفد ما أدري إيش قد أعددهم $120,000، ما أدري 150 يعني ليش يتم استمروا
نعم. أقول حافظوا على السمك وبعدين روحوا دور السلاحف. السلاحف اللي خارج العراق. نعم. يعني إحنا شو علاقتها بالسلاحف البحرية خارج العراق؟ إحنا علينا إحنا بوطننا، إحنا علينا بشعبنا يعني. نعم. فأعتقد إحنا يعني أقول كلمتي إن نستاهل إحنا. زين عبد الله برأيك يعني الظن هاي الحكومة أو الحكومات المتعاقبة أنه بإهمالها وهذا الفشل وبهذا الفساد الظن أنه راح تستمر؟ يعني هي يبدو أنه ماخذ الكارت الأخضر من الأمريكان أنهم باقين ما عبالهم أنه أكيد هم يعني لما مسنودين أستاذ ما يقوم ولا بالهم ولا بالهم أنه ينزاحون من الكرسي. أكيد بس إحنا شعب عراقي، إحنا صاحبين نخبة صاحبين شهامة صاحبين قوة. وين قوتكم يا شعب العراقي؟ راحت ويا النظام السابق، راحت ويا الأجداد مالتنا الثورات اللي صارت سابقا. إحنا أهل النخوة، أهل الشجاعة، أهل الكلمة. شيلوا من بالكم طائفية، شيلوا من بالكم أكو سنة وشيعة، أكو عراقي. لازم العراقي إنه يحافظ على عراقيته. والله هي بقت بيد العراقيين، إذا أنتم ساكتين فإحنا نستاهل. وتحياتي لكم. شكراً أم عبد الله من بغداد كانت معنا. حسين من السماوة، تفضل حسين. من عنده موضوع عن التسمم مال الأسمان. اي نعم تفضل. هم وصلكم بالسماوة؟ طبعا وصلنا بالسماوة وخابرونا جماعة بالناصرية، يعني الضرر نحيل. وإحنا حسنا على باب الله، يعني ما عندنا غير هذا الرزق. لا إحنا بالبرلمان وعندنا رواتب، ولا نعم. إحنا من الربع عمار الحكيم، ولا إحنا من الأحزاب. إحنا رزقنا على الأسمان. نعم. يعني قبل فترة يريد يمشون على العراقيين اللحوم مال إيران. نعم. إيش طلعوا منا شاع علينا على الحلال؟ طلعوا تسمم باللحم يعني الحلال. قامت السيطرات حتى من جيب حلالنا يأخذونه ويحرقونه، يطلع الصحة وتحرق الحلال. يعني قوة هذا الحلال مسمم. نعم. هسه الدور انتهت مات الحلال، يعني عرفت الوادم خطة إيرانية، بدأت الدور أشاعات على الأسماك. يعني على موش شنهي تمشي بضاعة إيران، الضغوطات على أمريكا سوتها على إيران قاعد يضغطون على العراقيين. نعم. حسين أنت عندك مزرعة مال أسماك؟ يعني عندنا بحيرات، عندنا بحيرات. تمام. برأيك هذا جتنا الصحة. نعم. هذا النفوق اللي صار. جتنا الصحة والنزاهة، قالوا لو تنسجنون لو هاي الأسماك ننشف الماء ونطلعها كلها ناخذها نحرقها. شلون إيش قالوا لكم؟ جتنا النزاهة والصحة. إيه. قالوا هاي الاسماك لو نشف مايا ونطلعها كلها نحرقها. ما توافقون ناخذكم للسجن. هاي قبل النفوق لو بعد النفوق؟ هاي قبل فتره، هاي ما قبل اربع ايام اجونا. يا عم شنو السبب؟ قالوا ماك التسمم بالثروه السمكيه. انت يعني برايك هذا التسمم التسمم طبيعي لو فعل فاعل؟ لا فعل فاعل التسمم. نعم. شلون يصير؟ تسمم فعل فاعل. يعني سم يذبه بالماي لو شلون يصير هذا؟ ما هي الخطه يعني كذب. هم يعني سمموا بالحله ذبوا سم للسمك بالبحيرات ونشروها يعني على عموم العراق. قالوا هذا تسمم جاي بالماي. نعم. يعني احنا كل بحيره مكلفه علينا 50 مليون، يعني خسارتنا عيال يطيناها. المن تتهم اللي وضع السم برايك؟ والله هي خطة إيرانية، بس إحنا يعني شريد نسوي؟ عد ما نشتكي، عد ما نقول. بس إحنا راح نطلع مظاهرات إن شاء الله على هاي. نعم. وثاني حكومة عادل عبد المهدي يعني شنو قرادها على هاي الماضي. نعم. الله يعينكم حسين من السماوة ويفرج عنكم. شكرا حسين من السماوة كان معنا وهو أحد أصحاب بحيرات الأسماك هناك. أبو مريم من الرمادي، تفضل أبو مريم. السلام عليكم. أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي طبعا أي كلام أبو الناصرية. أبو الناصرية كلامه مضبوط. هاي ضربة إيرانية، ضربة اقتصادية من إيران. نعم. شلون سووهم على طريقة اللحم أخوي؟ بالضبط. شلون الأغنام طلعوا على أمراض هاي نفسها؟ وهذا فاعل لا تقول لي طبيعي، من إيران، تسمم من إيران، ضربة اقتصادية. لأنه امريكا سوت اقتصاد على ايران. شو ضربه الاقتصاد مالنا؟ بس
ان شاء الله العراق عامر بقوة رجاله وبقوة ان شاء الله العشائر اللي ان شاء الله هاي العشائر ان شاء الله كلها متكاتفة. بس هاي الضربة الايرانية اخويا اقتصاد اقسم لك بالله العظيم ايران تريد تخرب البلد. نعم ايران امريكا اسرائيل هذا عمل فاعل مفعول مفعول فعل من ايران تسمم ايران. نعم اخويا ما بيها مجال. وانا ايد ابو الناصرية كلام ابو الناصرية مضبوط 100%. نعم ما بيها مجال. هاي من ايران اقسم لك بالله العظيم من ايران. احنا قصاصيب اخويا بالرمادي طلعوا علينا اشاعة انه اللحم ب بلاونزا الخنازير ما ادري شنو يريد يمشون الاغنام الايرانيه دي يضربون الاغنام العراقيه. نعم. بالضبط نفس الحاله هذا اخوي. وانا عيد ابو الناصريه كلامه مضبوط 100%. وانا اشكركم. شكرا ابو مريم من الرمادي. يقول رساله يقول فيها السلام عليكم اخوان ليش تعرفوها وتحرفوها هذه جريمه وفعلت بفعل فاعل ونعرف زين ايران واحزابها وراء هذه الجريمة. أبو عارف من بابل يقول في رسالة يقول يفاجئنا غلمان إيران بعد يوم بأمراض وأوبئة طالت الإنسان والحيوان وكأنهم قد تعاهدوا على تدمير كل شيء في العراق. ثروة نفطية مسروقة، ثروات زراعية مهملة، وثروة حيوانية تكاد تنتهي في العراق، وهذا أمر متعمد ومقصود من أجل زيادة اعتماد العراق على جارة السوء التي تصدر لنا كل شيء مسموم سواء كان أفكارا أو أشخاصا أو بضائع. عندما تنتهي أزمة نفوق الأسماك سنبدأ بمأساة جديدة، لكن في أي مجال الله أعلم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي تحدثنا فيها حول موضوع نفوق الأسماك في بابل وفي المحافظات الأخرى. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.